هذا سائل يقول: امرأة أتت من خارج المملكة بنية العمرة وبالقرب من الميقات، فاجأتها العادة الشهرية وهي مرتبطة مع صاحب حملة برفقة أهلها، ومضت المدة المتفق عليها سابقة ولم تطهر حتى تغتسل، فهي تسأل ماذا يجب عليها لأنها لا تستطيع أن تطوف بالبيت لأنها غير طاهرة، وفي حالة ما إذا طهرت في آخر يوم من أيام السفر واغتسلت رغم ضيق الوقت، فهل تذهب إلى التنعيم أو تحرم من المنزل الذي تسكنه وتطوف وتسعى وتقصر، وبذلك تكون قد أدت العمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هل أحرمت من الميقات أو تركت الإحرام؟ إذا كانت تركت الإحرام ولم تحرم يبي يضيق عليها الوقت فلا يلزمها شيء، تسافر ولا هي بلازمها العمرة لأنها ما أحرمت بها. أما إذا كانت أحرمت من الميقات وبقيت فلا بد من أداء العمرة، لا بد من أداء العمرة التي أحرمت بها فتؤديها، إذا انقطع الدم واغتسلت تؤديها. وإذا سافرت الحملة يبقى معها وليها، يبقى معها وليها حتى تطهر وتغتسل ثم تسافر مع وليها. الحمد لله. نعم.